بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، واغفرنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اللهم يا رب العالمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم تب على العاصين، اللهم اقبل دعاء الداعين وعبادة العابدين وطاعة الطائعين. اللهم هب المسيئين للمحسنين. اللهم شفع فينا حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. آمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم خلصنا من الظالمين بالظالمين، وولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين. واجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الغلاء ومن الوباء، ونعوذ بك من غضبك وسخطك يا رب العالمين. بارك لنا في أرزاقنا وفي ذرياتنا وفي أعمالنا وفي أنفسنا وفي ديننا ودنيانا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قنعنا بما رزقتنا وزدنا علما وارزقنا حلالا. اللهم يا رب العالمين، ابسط علينا بسطة في الرزق وفي الأخلاق وفي الدين وفي الخلق وفي الصدق وفي الإخلاص وفي العبادة يا باسط، ابسط علينا ذلك واقبض عنا كل ما يحجبنا عنك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خلقنا بأخلاق القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم شفع فينا القرآن والصيام. اللهم يا رب العالمين، برحمتك أرحم الراحمين، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وما يسر لنا تلاوته، وحفظه وفهمه وتبليغه والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم كما يسرت الزبور على لسان سيدنا داود، ويسرت القرآن بلسان حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيسره علينا عملا وذكرا وعبادة وفهما وتخلقا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح الإمام البخاري، المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله ابن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المصري مقاما ومقاما، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء كتبه وذريته وزواره في الدارين، آمين. أما بعد، نكمل ما بدأناه حول تعليق المصنف على حديث تخفيف الصلاة، وهو الحديث 42 في هذا الكتاب المبارك، المروي عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه بإسنادنا إلى الإمام البخاري في صحيحه، وعنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه، أن تفتن أمه.
وتكلمنا على أوجه شرح هذا الحديث ووقفنا على الوجه العاشر، يقول فيه دليل على رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته، لأنه لما فعل هو ذلك صلى الله عليه وآله وسلم فالجاد الكيس قد أخذ بجزء وافر من السنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يخفف الصلاة التي أراد تطويلها لكان الناس لا يراعوا أحوال المصلين ولا أحوال الضعفاء. فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أنه سن هذه السنة، وأن تراعي مصلحة الغير وأن تراعي الضعيف، فهذا فيه دليل على الرحمة، وأيضا فيه دليل على أن الكيس يعني الذي يراعي أحوال الأمة قد أخذ بنصيب كبير من سنته يكبر النقص الذي طرأ في عبادة التي خففها إلى ما قرن بالعبادة الطويلة، لأنه العبادة الطويلة أكثر ثوابا من الخفيفة، ولكن هذه العبادة الخفيفة لما راعى فيها حال الغير أضيف إليها ثواب مراعاة الغير فجبرها وجبر نقصها فصارت كالعبادة الطويلة. فالجاد الكيس قد أخذ بجزء وافر من السنة، الجاد أي في متابعة النبي، والكيس الذي ينظر إلى مآلة الأمور ومقاصد الشرع ومصالح الغير ودرء المفاسد، هذه هي الكياسة. قد أخذ بجزء وافر من السنة، والعاجز المسكين اللي هو الضعيف بقى ده برضه لم يحرم من السنة. أنت ضعيف تصلي صلاة خفيفة، تقول ما هو النبي صلى الله عليه وسلم برضه أمر أن يخفف لأن فينا المريض وفينا العاجز، يبقى حتى اللي بيخفف له نصيب من السنة، واللي بيطول له نصيب من السنة، واللي بين البينان له نصيب من السنة. وكأن النبي في بلاغه شمل كل أحوال أمته صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون كل إنسان مهما تغير حاله متبع للسنة، ودي رحمة كبيرة. والعاجز المسكين لم يحرم من حظ من السنة وما بينهما، يعني بين الضعيف وبين القوي كل درجات الخلق بقى. سعة وتوسط في الخير التي هي أيضا السنة. الوجه الحادي عشر والأخير فيه دليل لأهل الصوفة الذين يقولون بجبر القلوب، جبر القلوب المنكسرة من أكبر العبادات العظيمة عند الله، إنك تجبر كسر المنكسر وتجبر قلب المنكسر وتجبر حاجة من قصدك لا تخيب فيه ظنك، من خيب رجاء من ظنه خيب الله رجاءه يوم القيامة. فجبر القلوب دي بحد ذاتها عبادة كبيرة، يعني تلاقي واحد حزين تقوم ترفع عنه حزنه تواسيه وتعزيه، واحد مديون تقف بجواره وتسدد جزء من دينه أو دينه كله، واحد تلاقيه لا يجد عمل تسعى لقضاء حاجاته وتبحث له عن عمل، كل دي عبادات قد تفوق قيام الليل ويفوق الحج والعمرة وغير ذلك من العبادات الظاهرة التي يتنافس الناس فيها ويقصروا في عبادات أخرى. وده يدلك على أن الأم اللي هي بتجبر كسر أولادها العيل يواوى تروح تسيب اللي في إيدها، دي عبادة كبيرة. العيل تعبان تسهر جنب طول الليل، زوجها تعبان تسهر جنبه طول الليل، فدي كلها جبر كسر. وعلشان كده النساء بمراعاتهم لأولادهم وأزواجهم يمكن يقصروا في بعض العبادات والنوافل، لكن هم مجبورين بحاجات تانية عظيمة عند الله، فما يقلقوش. يعني تقول لك أصلا ما بقدرش أنزل أصلي التراويح في مسجد الأشرار، طب ما أنت قاعدة في بيتك أحسن، وأنت لازم تيجي تقعدين أربع ساعات وتسيبي بيتك وعيالك وأهواك وجوزك يوقف وكل يوقف، ما ينفعش. يعني هي مراعيتها لبيتها عبادة كبيرة قد تفوق اللي قاعد يتنفل 3-4-5 ساعات. شوف قد ايه، فهي كل واحد ربنا أقامه في عبادة هو مش مدركها، لو أدركها يعملها بقى بدون ما يبقى باصص لعبادة تانية، يبقى هو آمن كده ومبسوط.
طالما ربنا أقام، لأنه أقامك فيما أرادك وأرادك فيما أقامك. لكن أنت ليك شهوة، أنت عايز، أنت اللي تقيم نفسك. هو قال لك أنت عاوز نعمل الشغلانة دي، تقوم أنت بتبقى بتعملها وأنت زعلان، تقول أنا كنت عايز أعمل الشغلانة التانية. تختار على ربك. الأدب يقتضي أن ربنا أقامك في حاجة تقبل عليها وتعملها وتتقنها وأنت راضي غير متبرم. دي هي دي العبادة الحقيقية. فيه دليل لأهل الصوفة الذين يقولون بجبر القلوب وهو عندهم من أعلى الأحوال. يؤخذ ذلك من رعيه عليه السلام فتنة أم الصبي، مش النبي جبر قلب أم الصبي اللي هو هيتخطف قلبها على ابنها وهي في الصلاة محصورة وابنها بيعيط، فجبر كسرها وخفف الصلاة عشان تلحق، وجبر كسر الصبي اللي بيعيط نفسه. ما هو ده بني آدم برضه، ولا الصبي ده حيوان يعني، ولا شجرة ولا حجر؟ ما هو برضه غلبان ضعيف عايز يشعر بإيه؟ بيد أمه الحنية، بحضن أمه، بنفس أمه. حتى الطفل الصغير ده يعني لو شالوا حد غير أمه يعرفه من نفسه ومن طريق شيرته، يعني يشعر بأمه من غير من أي ست تانية. يعني لو اديته لأي ست تانية برضه يروح لأمه خلاص يستريح، لأنه متعود عليها من وهو في بطنها، عارف صوتها وعارف حركتها وعارف حتى ريحة نفسها وحتى ريحة عرقها، يقوم كل ده يطمنه. مش يقول لك ايه طب ما يجراش حاجة، ما هي برضه عندها خادمة، يمكن بقى هتكبر النقص والنبي يستمر في صلاة الله. مش كده؟ شوف النبي شاعر بنفسيات حتى الطفل، انه محدش يحل محل امه. مش يقول لك طب ما توظف له واحدة وتحطه في الحضانة وقت الصلاة، ايه المشكلة يعني؟ لا ما ينفعش. العيل اللي بيتربى في الحضانة بيطلع ما عندوش انتماء لا امه ولا البيت ولا حتى الوطن، لانه بعد عن حضن امه من صغره، فما بقاش عنده انتماء، لان الام دي في الصغر هي الوطن في الكبر، وهي الامه في الكبر. كل الامه بقى، فاللي بيتربي منتمي لامه يطلع منتمي لامته ومنتمي لوطنه. فلما التربيه حصل فيها خلل وبعد الطفل من صغره عن الام بسبب بقى المراه العامله وانشغالها عنه والحاجات دي، وتنزل ترميه بسرعه في الحضانه الساعه 7 عشان عندها امضى الساعه 8، والعيل مسكين متاخد في عز الشتاء من فرشته ونايم مطمئن ان امه جنبه، يلاقي نفسه فجاه جنب 30 40 عيل بيعيطوا وكاتبين حضانه السعاده، وهي حضانه الشقاء، كله بيعيط لكن العنوان فالعناوين فقدت معناها، حتى الكلام فقد معناه. فين السعاده طيب والعيال مرميه بعيد عن امهاتها؟ ويؤخذ ذلك من رعيه عليه السلام فتنة أم الصبي والصبي أيضا نفسه، إلا أنه بقيد لا يعرفه منه إلا السادة الأفزاز. يعني جبر كسر القلوب دي بقيود شرعية، مش تجبر كسر. مثلا واحد عايز ياخد مال منك علشان يجيب مخدرات، تقول لما أجبر كسر خد يا ابني هذا المخدرات. فجبر الكسر الخاطر ده لازم يكون في امر مشروع، مش تجبر كسر خاطر انسان وهو علشان يقبل على معصيه. ما ينفعش، ما تشجعوش على المعصيه، لكن تجبر خاطره في المباح، تجبر خاطره في المستحب، تجبر خاطره في الواجب، وقد تجبر خاطره حتى في المكروه. يعني من المكروه ان تاكل وتشبع، ده مكروه. اكل واشبع املى بطني، ده مكروه من الاكل الحلال. طيب ممكن تجيب واحد تجبر كسره وتديله ياكل لما يشبع، تجبر كسره لانه اصلا ما بيشبعش كل يوم. مش تقول بقى وانا لازم اكله واشبع، لا كل، واخد بقى؟ اذا جعت واذا اكلت لا تشبع، وما هو بيشبع بالرغيفين تديله ربع رغيف، تقول السنه كده يلا اكل. يا عم اديله الرغيفين، مش ضامن بكره هيبقى ايه؟ هو كل يوم ما بيلاقيش. فهمت بقى؟ فجبر كسر الخاطر يكون بقيود شرعيه لا يعلمها الا الفقير اللي هو فاهم الشرع ايه. يعني يجي لك واحد مثلا
زعلان يقول لك أصل أنا عندي عمل وما بقدرش أصلي التراويح في رمضان لأن أنا شغلي بيبقى بعد العشاء، وأنا زعلان قوي وبفكر أسيب الشغلانة دي عشان بتلهيني عن طاعة ربنا. تقوم أنت تكبر كسر وتقول له ده السعي في طلب الرزق وإتقان الصنعة عبادة أشد من عبادة التراويح دي، ده أنت في عبادة أعظم. تقوم إيه تبص تلاقيه بعد ما كان رايح على شغله زعلان وبيفكر يستقيل ويعيش متسول علشان يصلي التراويح يعيش متسول. لا، تقوم ترفع همته وتكبر كسره وتخليه يقبل على ما أقام الله فيه وهو منفتح ومنشرح. كل دي معاني حلوة لا يدركها إلا الفقيه اللي فاهم. إلا أنه بقيد لا يعرف منه إلا السادة الأفذاذ. يبقى جبر القيود القلوب دي بقيود شرعية ما يعرفوش إلا مين؟ الناس اللي بتنظر للمآلات وبتنظر لمقاصد الشرع وبتنظر لحاجات كتيرة، بقى نظرتهم واسعة للأمور. وهو ألا ينقصه من حاله الخاص، وفي نفس الوقت لما تكبر كسر هذا الإنسان ما تنقص أنت حالك الخاص مع ربك، مش تتنازل عن حالك مع ربك من أجل كبر خصره. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما خفف عشان يكبر كسر الأم والصبي عمل إيه؟ خفف في كمال. فهمت بقى؟ فبرضه ما أنقصت حاله اللي مع رب، مش عشان يكبر كسر يوم إيه؟ يصلي صلاة خفيفة يوم يخل بالأركان. لا، مش تقول أنا بكبر كسر الناس أو ما بطل صلاة الجماعة، أصل أنا طول النهار قاعد بكبر بقى في كسر الناس وبطل صلاة الجماعة. وبعدين مش كده وبس، ممكن تفوت الصلوات كمان عن وقتها. يقول لك أصل أنا عندي عزا في الحتة الفلانية، معلش هروح أعزي وهرجع المغرب، يوم يفوت الظهر والعصر لحد ما المغرب يبدأ ما صلاش. يقول لك أصل أنا كنت في عبادة عظيمة، أنا كنت بكبر كسر الراجل ده اللي أبوه مات، رحت له في آخر الدنيا، وأنا يعني هقطع نفسي ولا إيه؟ ما انا مشغول برضه بعباده. شفت بقى النبي صلى الله عليه وسلم هيكبر كسر بس ما يضيعش عباده، ما يضيعش حاله مع ربه، يحاول يمسك كل الامور ياخد حظه منها. عشان كده يقول لك الصوفي تعريفه ايه؟ هو الذي ياخذ حظه من كل شيء ولا شيء ياخذ حظه منه لانه هو عبد الله. ياخد حظه من عباده كل شيء بدون ما ينقصه عباده عن عباده ولا تشغله عباده عن عباده. ودي حال الناس السادة الأكابر اللي ربنا أتاهم الحكمة، حكمة الشرع وحكمة التصرف مع تغير الأحوال اللي يسموها عبادة الوقت أو الأولويات. كل ده بيذكر في كتب الصوفية تحت مسميات كثيرة، منها عبادة الوقت، عبادة النفس، عبادة الحال، ومنها أيضا عبادة الأولويات. يعني كل وقت ليه عبادة أولى من عبادة أخرى. الصوفي ده له تعريفات كتيرة، من ضمن تعريفاته هو الذي يأخذ حظه من كل شيء ولا شيء يأخذ حظه منه، لأنه ما فيش شيء في قلبه إلا ربه. فهمت؟ المال ما ياخدش حظه منه، يدخل في قلبه يوم المال يضيع يعيش ملهوف على مال، ما تفرقش معه. المنصب واخد جزء من حظه، لا هو لا ملوش حظ في شيء إلا ربه، ولكن هو بقى يأخذ حظه من كل شيء. صلاة بيصليها ياخد حظه منها تماما، مش يبقى مشغول في الصلاة بعمل، وفي العمل مشغول بصلاته، وفي البيت مشغول بدراسته، وفي الدراسة مشغول بمراته. الله ده عامل زي الراديو المشوش اللي انت ايه يعني مش ظبطه على محطة واحدة، فتلاقيه واقف كده بيشوش في كل مجال، في كل مجال بيشوش، فتلاقيه غير نافع. لا، الصوفي بقى في العبادة دي هو مشغول بيها بس، خلصها في العبادة التانية مشغول بيها بس، خلص العبادة دي في الرابعة مشغول بيها بس، عشان ياخد حظه من كل شيء. فاهم؟ ما يبقاش مشوش، ما يبقاش ندمان ولا خيبان ولا خسران، يبقى كسبان على طول لأنه مع الله. إلا أنه بقيد لا يعرفه منه إلا السادة الأفذاذ، وهو ألا ينقصه من حاله الخاص فيما بينه وبين مولاه شيء. يؤخذ ذلك من قوله ولا أتم، شوف خفف بس مع التمام، يبقى حاله منقص،
خفف الصلب لكن خلاها تمام، لأن حالة عبادة المجزئ منها لم ينقص منها شيء. ولهذا المعنى قال بعض السادة منهم من الغرائب: صوفي سني وهو إذا وقع قطب الوقت وتاج الوجود، وهو فضل الله يؤتيه من يشاء، من الله بفضل علينا بما به من عليهم بمنه. يعني بيقول لك ان بعض السادة قال لك من الغرائب يعني من النوادر انك انت تجد راجل صوفي سني يعني متحقق متشرع في آن واحد، لا غلبت حقيقته على شريعته ولا شريعته على حقيقته. اللي جمع بين الحقيقة والشريعة هو ده الوارث المحمدي صحيح. في ناس غلبت عليهم الحقائق وقصروا في الشرائع، وفي ناس علماء ظاهر انشغلوا بالشرائع ولم يذوقوا شيء من الحقائق. لكن الصوفي المتشرع والسني هو ده بقى اللي بيقولك من الغرائب يعني من النوادر انك تقابله. ما انت بتقابل الناس ايه؟ يا اما صوفي راجل طيب كده وبتاع لكن مش متشرع قوي، مقصر في الشرائع بسبب جهله، لكنه راجل طيب حلو دعوته مستجابه وراجل جميل كده وحلو، ما فيش في قلبه غل لحد وسابها على الله، راجل طيب حلو. لكن ايه حظه من الشرائع؟ تلاقيه واخد من الشرائع اخذ العوام، مش مراعي السنن 100%. وممكن تقابل واحد تاني عالم بأحكام الشرع تمام التمام لكن لم يذق من أحوال القوم شيء، حافظ الأحكام وبتاني. إنما لما تجتمع الاثنين بقى هو ده بقى، هو ده قطب الزمان بقى، فهمت؟ هو ده اللي تلحق تعرفه وتمشي وراه لأنه ده قطب الزمان. فبيقول لك قال بعض السادة منهم من الغرائب أي من النوادر صوفي سني يعني متحقق متشرع، وهو إذا وقع يعني إذا حدث وشفته قطب الوقت وتاج الوجود، لأنه ده الوارث المحمد صلى الله عليه وسلم الذي لم تشغله شريعته عن حقيقته، ولم يشغله إسلامه عن إيمانه، ولا إيمانه عن إحسانه، ولا إيمانه وإسلامه وإحسانه عن إدراكه للواقع ومراعاته أحوال الناس. شفت بقى راعى الحكاية دي كلها، إدى كل ذي حق حقه دون أن ينقص حاله عن ربه. هي دي الوراثة المحمدية الحقيقية. كيف يقال الواحد صوفي وبعيد عن الشريعة؟ ما بنقولش بعيد عن الشريعة، نقول أنه مقصر في بعض الشرائع، مقصر في بعض السنن، وهذا لا يمنعه من الولاية على فكرة، لكن يمنعه من التربية. يبقى ولي غير مربي، واضح؟ بس وهو فضل الله يؤتيه من يشاء، من الله بفضله علينا بما به من عليهم بمنه، اللي هم السادة الأفزاز المتحققين المتشرعين الذي لم يشغلهم شيء عن شيء. حديث أصل صلاة التراويح هو الحديث 43، مكتوب برضه 44 هو 43، في خطأ في الترقيم نزود واحد فتصححه يبقى 43. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد حوط مكان كده في المسجد بحتة حصيرة، عملها زي حجرة منفصل، وبقى يصلي جواه لوحده وهو معتكف في رمضان. اتخذ حجرة قال الراوي زيد بن ثابت جامع القرآن، سيدنا زيد بن ثابت ده من علماء الصحابة الكبار قوي، ويجيد لغات وكاتب من كتاب الوحي، هو اللي جامع القرآن في عصر سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه هو راوي الحديث ده. عشان نتعود على الدقة بيقول ايه؟ اتخذ حجرة قال، ده الراوي عن سيدنا زيد بقى، حسبت اظنه
أنه قال من حصير في دي دقة في البلاغ، وكان يقول لك حجرة من حصير وخلاص. إيه يعني؟ بس هو مش متأكد قال من حصير ولا من قماش ولا قال إيه، نسي الحتة، بس بيقول أنا أظن كده أنه قال. فكون الكلمة دي تخليك تدلك على تحريهم في البلاغ، وتحريهم لإيه؟ لأنه يصيب الحقيقة بقدر الطاقة، وفي نفس الوقت الضعف البشري أنه قد ينسى وقد يختلط عليه الأمر، ولما يختلط عليك مش عيب، بس تقول أن أنا مش متأكد ما يجراش حاجة، يعني مش هنحاكمك، يعني مش واحد يسمع حاجة وبعدين في الآخر ما يبلغ له شفتها بعيني، هو سمعها أصلا، تيجي تقول له يا شيخ مش معقول، أنا شفتها بعيني، دي طريقة ما تنفعش. يعني جابوا مرة برنامج في التلفزيون مذيعة كده تمشي في الشارع تسأل أي حد على عنوان وهمي ملوش وجود، تقول له مثلا ضرب الدربوكة في حي مثلا السكسوكة، اسم غريب كده، يقوم تسأل الناس، بعض الناس يقولوا ما اعرفش، واحد تاني قال لها انا اعرف ده جنب الجمالية، قالت له يا معقول؟ قال لها ده انا كنت هناك امبارح. حاجة غريبة. الطبع غريبش ما يصحش، طالما انت مش متأكد ومش عارف، ومش متأكد مش عارف ما يعجبش. فشوف الصحابة كان ممكن واحد اتخذ حجرة خلاص وانتهينا ويسكت، لكن هو حدد الحجرة نوعها ايه، من قماش ولا من حصير ولا من شعر ولا من صوف، وقد تكون حجارة، يعني عملها حجرة كده، عمل حجارة بناها، مش تحتمل كل ده؟ لكن هو قال نوعها، بس هو ناسي النوع وفاكر انه مش حجارة، وفاكر انه هو مستبعد حاجات، لكن في حاجة مختلطة عليه، هل قماش ولا حصير؟ فقال حسب انه يعني دي مدرسة، يعني السطر ده كده الجملة دي مدرسة تعلمك ازاي تكون مدقق، وانك انت لا تدعي الدقة في امر انت مش دقيق فيه. اتخذ حجرة قال حسبت انه قال من حصير في رمضان، يعني في اثناء شهر رمضان، فصلى فيها ليالي، اللي هي صلاة قيام رمضان، فصلى بصلاته ناس من اصحابه، الناس سمعت النبي بيصلي داخل الحجرة اللي من حصير لكن مش شايفينه قوي، فابتدوا يجتمع 3 4 5 6 يقفوا يصلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو في الحجرة وهم ايه خارج الحجرة، بس كلهم داخل ايه داخل فسحة المسجد، فصلى بصلاته ناس من أصحابه، فلما علم بهم، طبعا الرواية دي فيها اختصار لأن صلى بمجموعة من الناس، وتاني يوم قالوا لبعضهم، فتاني يوم جم عدد أكبر فصلى بهم، تالت يوم انتشرت في المدينة ازدحم المسجد هناك فصلى بهم، وجاء في الرابع ضاق المسجد على الناس بقى، فضل قاعد ما خرجش كعادته لصلاته كويس، مخافة أن تفرض عليه صلى الله عليه وسلم فيقصروا فيها، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم، يعني قعد في الوقت اللي كان معتاد يصلي فيه صلاة القيامة اللي بعد العشاء، لأن في صلاة قيام رمضان وفي صلاة قيام الليل، النبي من فضيلة شهر رمضان زود فيه صلاة غير الصلوات المعتادة في الأيام العادية، فكان في رمضان يصلي صلاة قيام رمضان دي بعد العشاء، وبعد كده يأخر شوية ويصلي صلاة قيام الليل صلى الله عليه وسلم، فالمعاد اللي هم كانوا يصلوا خلف النبي في كل يوم قعد ما طلعش، وبعدين خرج لهم بقى عشان يوضح لهم أنا ليه ما خرجتش. قيام رمضان هذا الذي نسميه التراويح، التراويح دي بقى هي عبارة عن مجموع قيام رمضان وقيام الليل، لأن النبي يقيم رمضان 11 ركعة ويقيم الليل 11 ركعة، ولو اتران في ليلة يبقى الاثنين مجموعهم 22، اوتر بواحدة يطلع 23، فهمت بقى أستاذ؟ عشان كده الصحابة كانت بتصلي قيام رمضان مجموع الاثنين 10 و10 والوتر،
عشان يشيل ال 11 يشيل الوتر، لان ما فيش شكران في الليل، فيبقى 10 قيام رمضان و10 قيام الليل. احنا بنعمل 10 وندي الدرس ونصلي 10 تاني، فهمت بقى؟ يبقى ال 10 ندي قيام رمضان بتبتدي بعد العشاء وقتها، وال 10 الثانيه بيبتدي قرب منتصف الليل او مع الثلث الايه الليل. ده قيام الليل المعتاد اللي هو قالت عليه ستنا عائشة ما زاد رسول الله في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. بتتكلم على ايه؟ على الحاجة اللي بيعملها في رمضان وغير رمضان اللي هو قيام الليل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا، يبقى سنة عبادة زائدة لشرف الوقت عن الايام المعتادة. فالصحابة فهموا العبادتين فقاموا جمعوا العبادتين طلقوهم 20 واوتروا. وعشان كده تيجي تقرا في المذاهب الاربعه صلاه التراويح ايه؟ ما هو التراويح دي إيه؟ كلمه مش بتاعه النبي، ما سماهاش تراويح، هو سماها قام رمضان. هم سموها تراويح ليه؟ عشان كانوا يصلوا اربعه ويريحوا شويه، ويصلوا اربعه ويريحوا شويه، يصلوا اربعه ويريحوا شويه، يروحوا يعني ترويحه يعني. وبعدين يصلوا اربعه ويريحوا شويه، ادي اربع ترويحات، وبعدين يصلوا اربعه ويوتروا. فهمت بقى؟ فيقوموا يسموها التراويح بناء على ان فيها اربع ترويحات. فهمت اللي احنا بنقول فيهم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله تمييزا لها يعني. لكن الان كيف ينتشر ثمانيه في كل خلاص ما هو ثمانيه وثلاثه وتر ده قيام رمضان، لكن باقي لهم قيام الليل. وهم بيعملوا التهجد في اخر الليل، اخر رمضان. فهمت؟ فيبقى اللي هيصلي الثمانيه والثلاثه الوتر اقام رمضان، لكن ما صلاش التراويح. التراويح بمجموع قيام رمضان وقيام الليل، مجموع الاثنين دول هي ده اسمه للتراويح. فهمت بقى؟ لكن الثاني اللي صلى 8 و3 اقام رمضان برضه وله ثواب، لكن ما صلاش التراويح، او اقام رمضان ولم يقم الليل. اللي هو اصلا النبي معتاده طول السنه. واضح؟ فهمت الفرق بقى؟ ادي الحكايه. وعلشان كده حصل لبس عند بعض الفقهاء فانه جعل قيام الليل هو قيام رمضان في طول السنه. طب وبعدين رمضان ما هو النبي خصه بعباده خاصه لشرف الوقت، طب ما انت كده لغيت اختصاص رمضان بعباده خاصه. فهمت؟ لكن النبي خص رمضان بعباده خاصه فوق سائر الايام الاخرى طول العام لشرف الوقت. واضح؟ فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، يعني أنا مش اتأخرت ومتعمد ومش عارف، لا ده أنا عارف ومتابعكم وبتصلوا ورايا امبارح وأول وأول، أنا عارف صلى الله عليه وسلم. والنهارده أنا برضو عارف إنكم قاعدين وتعمدت ما خرجتش. فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. العلماء قالوا ده في زمن التشريع، يعني ده في زمن النبي، لأن النبي لو واظب عليها لفرضت، فالنبي ترك الأفضل للمفضول مخافة الوجوب. فلما انتقل النبي صارت صلاتها في المسجد افضل، عشان كده سيدنا عمر قال نعمه البدايه لما جمع الناس في المسجد، لان خلاص انقضى التشريع وعرفوا الناس فواظبوا عليها في المسجد، والمواظبه عليها ما فيهاش خطوره انها ممكن تفرض عليهم لان خلاص ثبتت. فعلشان كده قالوا ان صلاه التراويح او قيام رمضان في المسجد افضل ما لم يكن في زمن التشريع الاول مخافة أن تفرض على الأمة، لأن مطلوب التخفيف، والنبي كان يحب التخفيف في الأحكام مخافة أن تقصر الأمة. ظاهر الحديث جواز صلاة النافلة في المسجد. طبعا لأن صلوا بصلاة النبي ودي نافلة وصلوها في المسجد، فدل على جواز صلاة النافلة في المسجد. ومش كده بس، وجواز صلاة النافلة جماعة. كويس؟ ومش كده بس، وصلاة الجماعة مؤتما بإمام بينك وبينه حاجز. كل دي فقه في المسألة. شفت؟ ظاهر الحديث جواز صلاة النافلة في المسجد والأفضل فيها صلاتها في البيوت والكلام عليه من وجوه. ده ظاهر الحديث الأول، نبتدي نشوف الفقه. الوجه الأول جواز اتخاذ الحجرة في المسجد، يعني إنك أنت تحجر مكان خاص بك في المسجد
ايه وتعتكف فيه، تصلي في السنن بتاعتك عشان تعزل نفسك عن الناس وتخلو بربك، ما تتشوش كل شويه ده داخل سلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ويقعد جنبك يكلمك. احنا برضه الرحمه كويس، هو عايز يعتكف يوم ايه يجمع حاله مع ربي فلا يتشوش، فعمل له كده زي ستاره ودخل هو الستاره، بس بشرط الا تضيق مساحه المسجد على الناس. يبقى ده يجوز في المساجد المتسعه التي لا تضيق على الناس. جواز اتخاذ الحجره في المسجد الا انها لا تكون بناء، يعني ما يجيب لناش طوب احمر ويروح عامل لنا بتاع ده ويجيب بالنا ويلم، ليه يا ابني؟ بس انا هتكفي تبنيها، ما ينفعش. الا انها لا تكون بناء ولا بشيء يثبت ولا بحاجه ثابته، حاجه متحركه يشيلها بعد ما خلص اعتكاف. يؤخذ ذلك من قول اتخذ حجره من حصير، لان اتخاذها بالبناء تغيير للمسجد، والمسجد حبس يعني وقف وايه وانتفاع ومشاع لكل المسلمين، فما ينفعش انك انت تقتطع مساحه من المسجد وتاخدها لوحدك، ولا يجوز تغييره. واذا كان مثل الحصير او الثوب، يعني مساحة مسجد معلومة، عايز تعيد بناء المسجد ما تقللش المساحة، لك أن تزيدها لكن ما تقللهاش، هذه معنى لا يجوز تغييره. يعني في مسجد مبني على مساحة معينة على 200 متر، إن هذا جداره عايزين إيه نبنيه، ما ينفعش أبنيه على 150، أبنيه برضه 200، لكن ممكن أزود المساحة لأن أصبح المصلين في الحي المسجد بيضيق بيه، لكن ما ضيقوش. هذه معنى لا يجوز تغييره إلى الأضيق لأنه حبس للمسلمين. وإذا كان مثل الحصير أو الثوب بقي المسجد على حاله لم يتغير، وذلك الثوب تستمر له به الخلوة وتحسن به لأنه يكون أجمع له في عبادته، ويترتب على ذلك من الفقه أن يتسبب المرء، يعني يأخذ بالأسباب فيما يكون له أجمع لخاطره في عبادته، ما لم يكن ذلك التسبب بدعة فممنوعة، لأنه جاء أن الله جل جلاله يقول يوم القيامة لصاحب البدعة هبك أغفر لك فيما بيني وبينك فالذي أضللت كيف أفعل بهم، يقول صاحب البدعة الداعية يعني، يقول افرض إن أنا غفرت لك اللي بيني وبينك ممكن، طب واللي ضلتهم انت اعمل فيهم ايه دول؟ فيبتدي لهم من الله لصحاب البدعه الداعين لها. الوجه الثاني فيه دليل على ان قيام رمضان في المساجد سنه ليس ببدعه، لان النبي اقرهم وصلوا خلفه، يبقى قيام رمضان في المسجد سنه فعلوها ايام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما واظبوش عليها لعله خوف، لأن ده زمن التشريع، فلو واظبوا طفرت. واضح؟ ليس ببدعة لأنه لما فعله صلى الله عليه وسلم فهو سنة. ويعارضنا قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، يقصد يبقى بالبدعة سيدنا عمر لما هو سنة، البدعة أنه هو جمعهم على إمام واحد، هم كانوا بيصلوها في المسجد بس ايه كل 10 كده مجتمعين مع إمام، ودول 5 مجتمعين مع إمام، كل واحد واخد له ركن بالإمام بتاعه قاعدين بيصلوا، فقام سيدنا عمر لقى ان دول بيشوشوا على بعض، فراح مجمعهم كلهم على امام واحد وقال نعمه البدعه هي، يعني ايه ان الشيء الجديد ان انا جمعتكم على امام واحد. وايام النبي كانت الناس بتصلي فرادى او مجتمعين ايه جماعات صغيره، كل الا في بيته او في مسجد بيته او في ركن من المسجد وخلاص على كده. فما يصح أن تسمى هذه بدعة وقد فعلت، وإنما البدعة لغة ما فعله الشخص ولم يفعله غيره قبله، ولا يمكن أن نقول لشيء بدعة وليس فيه ما يتضمنه هذا الاسم. وزوال الإشكال أن نقول إنما سماه عمر بدعة لأنه لما جمعهم على القارئ الواحد وحد لهم أن يصلي بهم، وحد لهم أن يصلي بهم 11 ركعة اللي هي إيه؟ قيام رمضان. وبعدين بعد كده سيدنا أبي بقى يجيب عليهم قيام الليل فبقوا يصلوا 20، وده اللي وارد في السنة ان هو صلوا زي ما قلت لك 11 ركعة قيام رمضان،
بوتره. وبعد كده لقوا ان في قيام الليل دي سنة حطوها عليه، فبقت 10 و10 20 واوتروا بثلاثة بقت 23، واستقر الامر والعمل عليها من لدن الصحابة الى يومنا هذا، الا الناس اللي هم اشتبه عليهم حديث ستنا عائشة ما زاد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فظنوا ان قيام رمضان وقيام الليل في ليالي رمضان هو 11 بس. واضح؟ فدي نوع من الشبهة طرأت في أذهانهم، لكن برضو لهم حظ من قيام رمضان لا شك في هذا. أن يصلي بهم 11 ركعة، فسمى ذلك التحديد ب 11 بدعة، وسماها نعمة البدعة لأنه لا ما جعله حدا لهم، حد ما جعله حدها لهم، إلا أنه اقتدى في ذلك التحديد بما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزد في تنفله في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، فمن أجل اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال لا نعمة البدعة. وهنا أيضا تعارض آخر، وهو كونه صلى الله عليه وسلم صلى النافلة في المسجد ثم قال آخر الحديث أن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل من الأمور إلا الأفضل. طب ما النبي كان بيصلي النافلة في المسجد، مش عمل الحجرة في المسجد، هو بيصلي في المسجد. فالجواب أن نقول أن التنفل ما عدا التهجد في رمضان الأفضل فيه أن يكون في البيوت، وأن تهجد رمضان الأفضل فيه أن يكون في المسجد. يؤخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث غير هذا خفت أن تفرض عليكم، وده اللي منع النبي أن يستمر فلا تطيقون. فلما توفي هو صلى الله عليه وسلم ارتفع الفرض اللي هو الخوف أن يكون تتحول إلى فرض، ففعل عمر رضي الله عنه الأفضل لما أمن العلة. ويترتب على هذا الوجه من الفقه أنه إذا كان منع الشيء من أجل علة فارتفعت العلة جاز فعله، لأن الموجب للحذر قد زال. فهمت كلام؟ كلام دقيق يعني لطيف. الوجه الثالث فيه دليل على جواز أن يأتم شخص بغيره والإمام لا يعلم به، يؤخذ ذلك بس الحته دي النبي بيقول ما خفي عليكم علي امركم، فيؤخذ عليه الحته دي وجل ما لا يسمع. مش كده برضه؟ هو اعتبر ان سيدنا رسول الله كان لا يعلم، لا ده كان يعلم بدليل لما طلع لهم قال ما خفي علي امركم، يبقى كان عارف. ولكن شوف جل ما لا يسمع، مع عظم علم العالم الا انه ممكن تبقى فيها في فهمي ما يضرش. ودي على فكره برضه يعني يدلك ان ربنا بيجعل حظ لكل جيل من نفس الحديث، فكل واحد برضه يجي جيل يدرك حاجه ما ادركهاش الجيل الاول وهو حديث واحد، ودي من نعم ربنا على العباد. ايمن بن هذا من الخصائص دكتور، يعني هذا الامر من الخصائص المعروف يعني انني اراكم من خلفكم واراكم من امامكم. لا هو يقصد ان هو ما قالش انا بقراكم من وراء الجدار، مش عامل حصير، ما قالش وراكم من وراء الجدار، لكن في الحديث ما يدل على ان النبي ادركهم وعرف انهم مهتمين بيه، بدليل ان رابع يوم ما خرج لهمش وقال انا ما خفي علي من امركم شيء لاني خفت ان تفرض عليكم. فهمت؟ الوجه الثالث فيه دليل على جواز ان ياتم شخص بغيره والامام لا يعلم به، يؤخذ ذلك من ان النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الحجره الا انه يصلي وحده. لكن على اي حال الحكم اللي بيقوله ده حكم بالاجماع، لان ممكن انسان ياتم بامام والامام مش مدرك. يعني انت لقيت واحد بيصلي وبعدين ايه منفرد، وجيتوا انتوا ثلاثه مع بعض رحتوا واقفين عاملين صف ورا واتمتوا بيه وهو مش واخد باله. هذه الصلاة صلاة صحيحة ويجوز الاهتمام به، ولكن هو لم ينوي الإمامة فلم يأخذ ثواب الإمامة، وأنت نويت الابتداء فأخذت ثواب الجماعة، واخد بالك؟ ده بالإجماع بقى. إذا اتفقوا في النية بالإجماع، وإذا اختلفوا في النية عند الشافعية بس. واضح؟ يعني كلامه من حيث الحكم الفقهي صحيح، بس من حيث حمله على النبي في هذه القصة فلم يخفى حال النبي أحد عن النبي. واضح؟ بس فهو صحيح من جهة إيه وخطأ من جهة نسبته للحادثة دي بالذات، لأن الحادثة دي بالذات لم تخفى عن النبي. واضح؟ و
وفيه دليل على جواز أن يأتم شخص بغير والإمام لا يعلم به، وأخذ ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الحجرة إلا أنه يصلي وحده ثم أتم به من أتم، فلما علم بذلك لم ينكره، وعدم الإنكار منه عليه الصلاة والسلام بعد العلم دليل على الجواز. يعني ما يشترطش يعني اللي عايز يأتم بإمام أنه يقول له لو سمحت أنا هصلي معك إمام، يعلمه يعني، لأن الصحابة ما استأذنوش النبي، هم سمعوه بيصلي نهوا وراء مؤتمين فما استأذنوهوش، واضح؟ والنبي عرف حالهم وما قال لهمش ليه لم تستأذنوا الإمام وتعلموا أنه صار إماما، ما قال لهمش كده. يبقى نية الإمامة ليست شرطا في الجماعة، واضح؟ ولكن لو نوى الإمام الإمامة أخذ ثواب زائد على الجماعة وهو ثواب الإمامة، واضح؟ وده تفصيل مذهب الشافعي في موضوع النية المتعلقة بهذا الأمر. الوجه الرابع فيه دليل على جواز الحائل بين الإمام والمأموم، بس يكون الحائل ده بشرط ألا يمنع متابعة الإمام، اشترطوا الفقهاء كده، لأن أصل الاقتداء هي المتابعة، فإن كان الحائل يمنع المتابعة يبقى يضر، طب حائل لا يمنع المتابعة يبقى لا يضر. فيه دليل على جواز الحائل بين الإمام والمأموم، يؤخذ ذلك من كونهم اهتموا به عليه السلام وبينهم الحصير. الوجه الخامس فيه دليل على أفضلية رمضان، يؤخذ ذلك من كونه عليه الصلاة والسلام اختصه بهذه العبادة دون غيره من الأشهر لقيام رمضان، اختصه بعبادة زائدة عن بقية الأشهر. الوجه السادس فيه دليل على تعظيم الأيام الشريفة والبقع لا يكون تعظيمها إلا بأنواع العبادات، يؤخذ ذلك من أنه عليه الصلاة والسلام ما أظهر تعظيم هذا الشهر إلا بزيادة في التعبدات. يبقى لما يبقى في أيام شريفة حاول تجتهد فيها بعبادات أزيد، لما يبقى في مواضع شريفة حاول تجتهد فيها بعبادات أزيد. يعني أنت رحت الحرم مثلا ومتعود أنك أنت بتصلي سنة الظهر ركعتين، خليها بقى أربعة، زود. كنت ما بتصلي سنة الظهر البعدية، طب صليها بقى في الحرم دي بقعة شريفة، إلحق، مش يصلي وبعدين يثاب يقول لا انا ايه انا مش منافق، انا في بلدي ما بصليش بعدها السنه البعديه، انا ما بصليهاش هنا وانا مش بوشين. اه يا جاهل، ده شغل جهل، ده انت في بقعه شريفه، فالبقعه الشريفه تبقى تقتضي زياده الاجتهاد في العباده فيها، فاهم؟ وكذا الزمن الشريف، كلما كان زمن شريف، إن لله في أيام دهركم نفحات أنا فتعرضوا لها، مش هي كده صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذكرون غافل عن ذكره الغافلون. وأدنى قيام رمضان، أدنى قيام رمضان أن يصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة. من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة كأنما قام الليل كله، مش الحديث كده؟ يبقى اللي هيصلي العشاء في جماعة ويروح وينام ويصحى يجي يصلي الفجر في جماعة ويروح وينام قام رمضان كله، كويس؟ فما يعني تلاقي ان الأمة النبي دي كلها مرحومة، اللي قاعد يصلي مرحوم، واللي صلى ومشي مرحوم، واللي نايم مرحوم، واللي صحي مرحوم، فهي أمة مرحومة، فاهم؟ فده رحمة ربنا. يلا يا وأدنى الكمال ركعتين بنية قيام الليل، يعني لو صلى ركعتين بس بنية قيام الليل ده أدنى الكمال. وأعلى الكمال 11 ركعة إذا كان يقصد قيام رمضان فقط، والأعلى أن يجمع معه قيام ليل اللي هو المعتاد طول العام، فيبقى الأعلى هو أن يصلي 23، أعلى الكمال. ولا حد ليه للكسرة،
والإمام مالك فهم إنه لا حد للكسر، إن 23 دي مش لازم كده قطعي. لما سمع الإمام مالك إن الناس في مكة في عصره بيصلوا 4 ركعات ركعتين ركعتين ويطوفوا، وهين صلوا ركعتين ركعتين ويطوفوا 7 أشواط، وهين صلوا ركعتين ركعتين ويطوفوا 7 أشواط، فكانوا بيطوفوا إيه 4 طوفات كل مرة 7 أشواط وركعتين سنة الطواف. وأهل المدينة قاعدين في الترويحة دي إيه؟ يشربوا قهوة عربي ويأكلوا تمر وزبادي ودق. قال بقى أهل مكة هيسبقونا، طب حطوا بقى في كل ترويحة 4 ركعات، فبقت 4 ترويحات ب4 ركعات ب16، فصلاة الترويح عند الإمام مالك 36 ركعة، واخد بقى وده المنصوص عليه في المذهب المالكي. صلاة التراويح عند المالكية يبقى لا حد لأكثره، لأن لو كان لا حد لأكثره ما كانش إمام مجتهد يقول حاجة كده، يبقى فهم إن هي لا حد لأكثره. عايز تكتر كتر يا سيدي، لكن أقصى الكمال حلو كده 23. طيب وهل هذا حد ولا سنة فقط ولا حد له زي اذكر الله ذكرا كثيرا كده بلا حد؟ قال لك لا، ده مش حد قاطع، لك أن تزود، وأن هذا الحد لتخفيف الأمة وجعل حدا للكمال تخفيفا على الأمة، لأن لو ما جعلش حد للكمال تخفيفا على الأمة كان الواحد مهما عبد ما يحسش أنه وصل للكمال، لكن هو عايز يكبر خاطر المسلم أنه يعرف أنه كده كمال الحمد لله وينام كده ضمير مستريح، فعاد حد حدا للكمال ثم ترك للاجتهاد أنه لا حد فيه. والله تعالى أعلى وأعلم. يعني الخلاصة أن كل الأمة على خير، اللي بيصلي العشاء ويروح على خير، واللي بيصلي العشاء ويصلي ركعتين سنة العشاء مع نية قيام الليل وتنم مروح حلو، واللي يقف يصلي مع الإمام ركعتين ويروح حلو، صلي 4 ويروح عشان ما يسمعش الدرس حلو، طب اللي يصلي 4 ويسمع الدرس أحيانا يبقى وحش، لأنه ممكن اللي بيدي الدرس يكون بيلخبط الناس، واحيانا يبقى حلو حسب مين اللي بيدي الدرس، ما هو في ناس بتدي دروس بلخبط الناس، فيبقى تجنبهم هو العباده. وبعدين يحضر الدرس اللي هو حلو، وبعدين يصلي مع الامام 4 ركعات ويروح ما زال حلو بقى، وتعرف ان الامه كلها حلوه، يبقى امه النبي دي كلها ايه؟ كلها حلاوه. اللي مش شايف فيها الحلاوه دي هو اللي ضيق الصدر وضيق القلب وعافن في طريقة فهمه لسعة الشرع الشريف ولسعة رحمة النبي بهذه الأمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وبذلك.